بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب اجتهاد رأي على الحصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. الصوت بعيد وأنا لا أكاد أسمع شيئا. أحسن الله إليك. ارفع الصوت من عندك شيخ، ارفع الصوت عندك في الجوال ضعيف. جزاك الله خير. باللابتوب أنا شيخ إن شاء الله. لم يحكي في الماضي، يعني كان الصوت في الماضي جيدا جدا. طيب أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله شيخنا خير الجزاء، وجعل ما يقوله حجة لنا لا علينا. هذه قراءة من جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله. قال: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: كيف تقضي؟ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي؟ ثم اتفقا: إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: أجتهد رأيي ولا آلي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله قال: اجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب بيده على صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضاه رسول الله. وعن شريح أن عمر رضي الله عنه كتب إليه: إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما اجتمع عليه الناس. وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد فأي الأمرين شئت فخذ به. وقال الشعبي: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شريح: إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضي به ولا تلتفت إلى غيره، وإذا أتى شيء أراه قال: ليس في كتاب الله وليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أردت تأخر إلا خيرا لك. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثر الناس يوما على عبد الله يسألونه فقال: أيها الناس، إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك، فمن ابتلي بقضاء بعد اليوم فليقضي بما في كتاب الله، فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن أتاه أمر لم يقضي به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليجتهد رأيه ولا يقول إني أرى وأخاف، فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم.
وعن الشعبي قال: لما بعث عمر رضي الله عنه شريحا إلى على قضاء الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فابتغي فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد رأيك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فليجتهد رأيه، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي. وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن شيء وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر رضي الله عنهما اجتهد رأيه. وعن عبيد الله بن أبي يزيد قال: رأيت ابن عباس إذا سئل عن شيء وهو في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما قال به، وإلا اجتهد رأيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا إذا أتانا الثبت عن علي رضي الله عنه لم نعدل به. وعن مسروق قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعد أحسن الله لك هذا الأثر أحسن الله إليه. وعن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ أبي أحسن الله لك أحسن الله إليه. سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت لا. قال: فأجمنا حتى يكون، فإن كان اجتهدنا لك رأينا. هذا يرد على كل متنطع تجدهم يختلق مسألة لكي يقال والله هذا طالب علم قوي جدا ما شاء الله يعرف الأمور ولغير ذلك، وهذا ذكرناه في أداب المفتي والمستفتي، وهذا كان سحنون وغيره تعلموا هذا، يقول وقعت أو لم تقع، قال لا ما وقعت، قال فإن وقعت فاسألنا ودعوا تلاعب الشياطين بكم، هكذا كان السلف. وهذا للأسف احنا بترينا من بعض المتعالمين تجده يألف مسائل ونوازل وأمور لكي يقال الله هذا يعني لم يشق له غبار ولم يأتي بما أتى به في الأوائل، والصواب أن المسألة لما تقع يسأل عنها، وسنبين هذا ما هي كما يقولون شروط النازلة، متى تسمى النازلة نازلة. قالوا إذا وقعت وكانت جديدة وكانت شديدة، الوقوع والجد والشدة، هذه ثلاث شروط فيها النازلة تسمى نازلة. تفضل. نعم أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه: أفي كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أقول برأيي وتقول برأيك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن شيء فعله: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أم شيء رأيته؟ قال: بل شيء رأيته.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذا من كيسي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في غير مسألة أقول فيها برأيي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول إياكم وفراسة العلماء، احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار، والله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم. وقد روي مرفوعا إياكم وفراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله. وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل. وهذه الصفة يضرب عليها لأن الصحابة كلهم كرم الله وجوههم تبارك وتعالى، وإنما هذه الصفة اختلقها الرافضة ليميزوا بها عليا عن بقية الصحابة الكرام فيضرب على مثل هذا. أما إذا قلنا أن منهم من لم يسجد لصنم فأبو بكر كذلك، إنما هذه ولذلك الألفاظ التي يقول أهل البدع ليميزوا بها قوما عن قوم فإنها لا يقول أهل السنة، إنما نقول كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وكما رضي عنهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والصحابة كلهم كرم الله وجوههم. نعم أحسن الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه قرآن ولم تمضي فيه منك سنة، قال أجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن ولم نسمع منك فيه شيء، قال أجمعوا له العابدين من المؤمنين واجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وهذا أيها الكرام الفضلاء وهذه قراءة في جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر المتوفى سنة 63 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويتكلم فيها على ما ينبغي أن يفعل عند النوازل، ما ينبغي أن يفعل عند النوازل. والنوازل ألفت فيها كتب ككتاب نوازل ابن سهل الأندلس المتوفى سنة 86 و400 ونوازل ابن الحاج التجيبي المتوفى سنة 29 و500 وأيضا كتاب فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد إلى غير ذلك من الكتب التي تكلمت عن النوازل وفقه النوازل وما كتب في النوازل في الحج إلى غير ذلك من مثل هذه الكتب، وأيضا كتاب فتاوى النوازل لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة 73 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأيضا كتاب عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي أيضا، وكتاب أنفع الوسائل لتحديد المسائل لإبراهيم بن علي العرسوسي المتوفى سنة 85 و700 وأيضا واقعات المفتين لعبد القادر أفندي المتوفى سنة 85 و1000 من الهجرة، الفتاوى الخيرية لنفع البرية لخير الدين الرملي المتوفى سنة 81 و1000 وغير ذلك أيها الكرام الفضلاء. وهناك رسائل جامعية كثيرة في النوازل في الحج لغير ذلك من مثل هذه الكتب ومثل هذه المصنفات. النوازل أيها الفضلاء الكرام لما نأتي لتعريفها ف
فالسلف رحمهم الله ما من أمر إلا وقد علموه للأمة وعرفوه للناس. فلما نتكلم عن كلمة السلف والتي ينكر فيها بعض الناس لما يقول لك نحن سلفيون أو كذا فيقول لا تزكوا أنفسهم، نقول لا، السلف هي تعني كما جاء في مقاييس اللغة السين واللام والفاء معنى لغوي صحيح يدل على ما تقدم وسبق، هذا من حيث المعنى اللغوي. من حيث المعنى التاريخي يراد بالسلف الثلاث القرون المتقدمة كما جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هؤلاء هم السلف من حيث المعنى التاريخي. قال الله، قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو حديث متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. المعنى الثالث هو المعنى المنهج، والمراد بالسلف الصحابة وتابعوهم وأتباعهم إلى يوم الدين، جعل الله وإياكم وإياكم منهم. ولذلك بذلك يكون كلمة السلف لها عدة ألقاب، منها أهل السنة والجماعة لأنهم الجماعة التي يجب اتباعها، وهذا ورد في نص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وهنا قال ألفت في ذلك كتب ومنها فقه أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يجتمعون على الحق ويبتعدون عن البدع والأهواء والفرق، وهم أيضا أهل الحديث والأثر لشدة العناية، وهم الفرقة الناجية أيضا، وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة. نأتي بعد ذلك إلى تعريف النوازل. النوازل لها خمس إطلاقات، النوازل في اللغة لها خمس إطلاقات كما جاء ذلك في أساس البلاغة ولسان العرب ومجمل اللغة إلى غير ذلك. هي مفردتها نازلة والجمع نوازل، والنازل اسم فاعل من نزل ينزل إذا حل، ثم بعد ذلك أصبحت اسما على الشدة التي تنزل في الزمان ببعض الناس. ومن هنا قال الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي كما في الطرائف الأدبية المتوفى سنة 43 و200 ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلاقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ومنه أيضا القنوت في النوازل يعني الشدائد التي تحل بالمسلمين كما جاء ذلك في عقود رسم المفتي من مجموعة رسائل ابن عابدين رحمه الله. النوازل عند الحنفية تطلق على الفتاوى والواقعات، وهي المسائل التي يستنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنه ولم يردوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين كأبي يوسف ومحمد الشيباني وهكذا. ذكر ذلك أيضا ابن عابدين في رسائله. ولذلك من هنا مر معنا أنه لما يأتي الأمر ويسأل فيه الإنسان لابد أن يرجع لوسائل التلقي والاستدلال، الكتاب إن لم يرد يروح للسنة، إن لم يرد يروح لأقوال الصحابة، إن لم يرد يروح لأقوال الصالحين من أهل العلم، إن لم يرد وكان أهلا للفتيا يجتهد رأيه. والنوازل عند المالكية هي القضايا والوقائع التي يفصل فيها القضاة طبقا للفقه الإسلامي. ذكر ذلك عبد اللطيف هداية الله في النوازل الفقهية في العمل القضائي المغربي. والنوازل بهذا الاصطلاح تأتي بمعنى الأقضية، وهي نوازل القضاء من المعاملات الإرث إلى غير ذلك. ومن هنا
جمع فقهاء المالكية وتقريب هذا النوع من المسائل، أعني مسائل المعاملة المالية والإرث، كما صنع أبو الوليد القرطبي المتوفى سنة 600 في كتابه المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام، وأيضا نوازل المهدي الوزاني، نوازل الشريف العلمي، نوازل عبد القادر بن علي الفاسي الفهري إلى غير ذلك، ويرجع فيه النوازل الفقهية لهداية الله. طيب، النازلة عند الفقهاء تطلق على الواقع الجديدة التي تتطلب اجتهادا وبيان حكم، وهذا هو المقصود بالنازلة، ولها شروط ثلاثة: أن تكون وقعت، وأن تكون جديدة، وأن تكون فيها شدة. ومن هنا ابن عبد البر رحمه الله قال: باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، كما مر معنا في ترجمة هذا الباب الذي نحن في باب اجتهاد الرأي، لكنما تكون أهل للاجتهاد على الأصول، الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، عند عدم النصوص، يعني عدم وجود نص في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة في حين نزول النازلة، لكن المرجع يكون الكتاب والسنة أيضا، يعني ما تأتي من خارج الكتاب والسنة. نعم، ما فيها نص صريح، لكن موجودة في نصوص ضمنا في الكتاب والسنة. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، وهذا كتاب ماتع جدا، لعلنا نقرأه إن شاء الله عز وجل، يسر الله عز وجل. قال: فصل. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل، زي مثل ما أرسل معاذ، قال: يا معاذ أنت حتقدم تحكم بيش؟ قال: بالكتاب. قال: ما لقيت بالسنة؟ قال: إذا ما لقيت أجتهد رأيي ولا آله. فقال: اللهم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه الله ويرضى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعن الله على ذكري، وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.